بالطبع إن حقوق الإنسان هي أيضا مسألة تتعلق بمنح اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا عيشا كريما، والاتفاق التركي الأوروبي يهدف إلى استقبال اللاجئين بشكل أفضل. الاتفاق التركي الأوروبي موضع انتقاد، بخاصة من ناحية مسألة إعادة اللاجئين إلى تركيا. ما رأيكم؟ من المهم جدا أن نحرص على الجانب الاختياري من حيث الموافقة على العودة، على أن لا يرحل أحد إلى سوريا مجددا. هنالك إشاعات حول هذا الموضوع، لكننا متمسكون باتفاقية عام 51 الخاصة باللاجئين ونسعى لتطبيقها. لابد من التحدث عن أسباب الهجرة، فهل تعتقدون أن حلاً ما سيوقف الحرب السورية في وقت قريب؟ مع الأسف حصلت تطورات مؤسفة في الفترة الأخيرة، وحصلت معارك مكثفة في حلب ومحيطها وفي دمشق وإدلب. نحن نأمل أن تتمكن الأطراف المعنية بالمعارك من وقف الاقتتال. علينا أن نتمسك بالفرصة التي يعطيها الحوار، وبعد أسابيع من المفاوضات ندخل الآن في مرحلة جديدة جدية نأمل من خلالها أن نتوصل إلى حل سياسي. العودة إلى الحرب ستكون كارثية بشكل كلي. نحن كنا نتساءل، هل يمكن أن تصبح الأحوال أسوأ مما هي عليه؟ نعم، يمكن أن تصبح الأوضاع أسوأ، وعلينا أن نسعى لوقف التدهور ووقف الاتجاه السلبي للأمور. And we must stop this negative trend.